يلا. انا ما دام ما باجي شو شو بتحس؟ بس انا ما باجي بقول شو شو يعني لو يعني لو انه طلعت من ما ما بنعرف يكون كسر الدنيا برا. ما باجي شو فرجيني شو سعد اقعد عاي بدك بالضبط؟ لا ما بدي كاراتيه. ما بدك شو بت ايه بس شو بتحس؟ بس ما بدي يبين لك خايف تكسروا الجيتارات وال... يلا ضهار والله والله. طيب شو بتحس؟ خلص بكسر الدنيا. طيب والله خلص والله العظيم انا اذا بيطلعوا بعرف حالي انا بعرف حالي من بعد ما تكسر الدنيا. قل لهم للشباب ما بدهم يعرفوا ليه كسرت الدنيا. خلاص ما دغري بنعرف. ما خلص عرفوا بليز بكونوا عرفوا بليز. بدي قل لي كلمه انا نوميني. فوت من هوني من هوني والله عظيم مش بدك إشي صادق. انا بحب شغل هذا. ايه ابني من بعد ما تكسر الدنيا بدهم نشوفوا شو قصتك. بدك تقول لهم انا نوميني. يلا بليز حكي بعد بعد ما هذا سعد قدني انه شو مالي طلعت نوميني بس تخيلوا. لا بليز رجعي ده ما بدي حكي بين الها بليز. لا لا عن جد بدك بدك هذا انتوا ما بيسوى تحكوا. هو بس مرة مشكلة ما بعرف مدام ميري بعد ما كسرت الدنيا بعد ما خلاص تضرب ضربة وفوت وقول انا جسوي نوميني. استني استني شوي مدام ميري بس مش علي. ايه مش علي خافت مدام ميري. ليكوا الاستاذ الكبير وراكم اسكتوا. طلعت من ايه؟ اوكي برافو. الحمد لله قطعت على خير. الحمد لله بليز حكي ما في.